الناس كلها طبعا تابعت نهائي دوري الابطال اللي اطلق عليه نهائي القرن واللي فاز فيه النادي الاهلي على نادي الزمالك بنتيجه 2-1 وحسم النجمه التاسعه وحقق اللقب التاسع في مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن اللي يمكن كتير من الجيل اللي بيشجع النادي الاهلي ما حضروش هي مباراه القرن الحقيقيه، مباراه القرن اللي حصلت زي النهارده بس من 20 سنه فاتت، والمباراه دي كانت ليها قصه وحكايه وروايه، قصه جمعت بين بطل او نادي القرن في اوروبا، واللقب ده راح طبعا للنادي الملكي ريال مدريد وتوج بيه على مستوى القاره الافريقيه النادي الاهلي. فكانت مواجهه او مباراه القرن اللي حصلت زي النهارده سنه 2001 طبعا على ملعب استاد القاهره، وجمعت بين ريال مدريد وبين النادي الاهلي. ريال مدريد بقى ايه نسخه ايه ولا حدث ولا حرج، عتاوله الريال، بيتكلمك على منتخب العالم طبعا. اللقطه الهدف الرائع اللي احرزه النادي الاهلي حسام غالي كابيتانو ساندي النيجيري، يمكن ابرز لقطه لساندي يمكن في تاريخه كله الحقيقه، وابرز لقطه ليه على مدار مشواره مع النادي الاهلي. يعني دعوات بقى الوالدين تم الاستجابه ليها في المباراه دي، واحرز الهدف الوحيد اللي فاز بيه النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا على نادي القرن في اوروبا ريال مدريد في مباراه حضرها يمكن 100,000 متفرج. مباراة استمتع بيها كل جماهير النادي الأهلي. بكلمك على نسخة الريال في التوقيت ده فيها مين؟ فيها راؤول جونزاليس، فيها زين الدين زيدان، فيها لويس فيجو، فيها روبرتو كارلوس، فيها فرناندو هييرو وغيرهم وغيرهم. بكلمكم فعلا حقيقي، يعني المواجهة دي كانت بين الأهلي وفي التوقيت ده تقريبا منتخب العالم. لويس فيجو كان أسطورة، زيدان مش محتاج أتكلم عليه، أعتقد ماكاليلي كان حاضر في المباراة دي، اعتقد كمان فرناندو هييرو طبعا مدافع في التوقيت ده كان واحد من افضل المدافعين في العالم، راؤول جونزاليس الفتى الذهبي بالنسبه لريال مدريد وغيرهم وغيرهم، روبرتو كارلوس طبعا يمكن افضل مدافع ايسر في التاريخ. يعني لو هقارنه او هختار في المركز ده هختار بينه وبين مالديني مثلا، لكن هو بالتاكيد واحد من افضل الاسماء اللي لعبت في المكان ده. تشكيله الاهلي طبعا كان فيها عصام الحضري اللي انتوا شايفينه ده، علاء ابراهيم كان واحد برضو مهاجم طبعا من المهاجمين الجماهير نادي الاهلي كانت بتعشقهم الحقيقه، ايه ستايل برازيلي كده بيبيتو، خالد بيبو طبعا مين ينسى خالد بيبو، معاهم حسام غالي، معاهم شادي محمد، معاهم اشرف امين، معاهم سعيد عبد العزيز، معاهم هادي خشبه، معاهم محمد جوده. دي كانت تشكيله الاهلي طبعا وتحت القياده الفنيه لمستر مانويل جوزيه في الخطوط الأولى لصنع ملحمة استمرت لعشر سنين، يمكن يكونوا من أفضل العقود أو أفضل عقد الحقيقة في تاريخ النادي الأهلي بشكل كبير من حيث طبعا الأرقام والإنجازات اللي اتحقق في بداية الألفية طبعا. قلنا نفكركم كده بس ويعني ونبسطكم ونسترجع كده واحدة من اللقطات. طبعا ماتشات الأهلي مع الفرق العالمية كتير جدا جدا، مع البارسا ومع روما ومع بايرن ميونشن او بايرن ميونخ، بس تظل الريال في حته ثانيه، اولا لانها مواجهه جمعت بين ناديي القرن في اوروبا وفي افريقيا، وثانيا طبعا لانك انت بتتكلم على ريال مدريد، وثالثا لانك انت كسبت.